يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا كنت أحد نزلاء مستشفى الأمراض الصدرية والتي تطول بها الإقامة إلى 6 أشهر، وكنا نتخذ فيها زاوية نصلي فيها، لكنها ليست مخصصة كمسجد، وكنا نصلي فيها الجمعة، فهل تصح جمعتنا بهذا الوصف علما بأننا مكثنا على ذلك 6 أشهر؟ لا، الجمعة ما تصح، من شروطها الاستيطان، وأنتم لستم مستوطنين، أنتم مسافرون ولا عندكم جامع. أما لو كان عندكم جامع صرتم تبعا لأهل الجامع، ما دام ما عندكم جامع وأنتم لستم مستقرين في البلد فلا تصح منكم جمعة، أنتم أخطأتم بهذا، عليكم إعادة الصلوات الظهر. نعم.